في عندي بقى هنا رسالة وصلتني إن رابعة ابتدائي. نسمع الرسالة ونشوف. يتم تقييم المرحلة الابتدائية وتطوير التعليم في مصر من قبل البنك الدولي للصف الرابع الابتدائي، وتدريس منهج الصف الرابع الابتدائي وقدرة الطلاب على استيعاب منهج الصف الرابع الابتدائي ونجاح المنظومة بالنسبة للبنك الدولي في مصر من خلال تقييمه لمناهج وتدريس الصف الرابع الابتدائي إن شاء الله. دي رسالة من أحد مسؤولين إن التقييم السنة دي هيبقى لرابعة ابتدائي. إيه رأيكم في الموضوع ده؟ يعني أنا مش عارف هنطلع من ثانوي لرابعة ابتدائي، فربنا يسترها. وده التقييم اللي هيتم على أساس رابعة ابتدائي، خلي بالكم، تقييم البنك الدولي لرابعة ابتدائي، ربنا يرحمه. مش عارف، ربنا يسترها ويعديها على خير ويجعلها حلوة لأولادنا وتبقى خير، تبقى خير، والله تبقى خير. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.